صباح الخير. نهار اليوم رح ترتفع درجات الحرارة ورح تكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق. الرياح رح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، ارتفاع على درجات الحرارة رح يكون اليوم فلكيا بداية فصل الصيف اليوم، وكسوف جزئي للشمس خلال اليوم. منحذركم من النظر مباشرة لأشعة الشمس. رح نستعرض درجات الحرارة نهار اليوم في المدن الأردنية. بداية رح نكون بإربد، إربد أجواء معتدلة هاي الليلة، رح تكون مفرق 31، إربد 31 خلال ساعات النهار، جرش 30، شرق عمان 30، وعجلون 29، وأجواء غالبا مشمسة. غرب عمان ومادبة 29، الصل 30 درجة، أجواء مائلة للحرارة. البحر الميت أجواء حارة 34، الكرك 26، الطفيلة 29، معان 31، والعقبة أجواء شديدة الحرارة و39 درجة. هاي الليلة رح تكون الأجواء لطيفة. بالنسبة لهاي الليلة رح تكون أطول ليلة خلال السنة وأقصر ليلة خلال السنة وأطول نهار. جرش 21، عجلون 21، شرق عمان 23 درجة، السلط 24، غرب عمان 23، مادبة 22 درجة. أجواء لطيفة هاي الليلة، بترتفع درجات الحرارة بالبحر الميت 28، الكرك 20، والطفيلة 23، معان 23، والعقبة أجواء حارة هاي الليلة و30 درجة. بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية، أجواء ممتازة لممارسة أغلب النشاطات الخارجية خاصة مع ساعات مساء اليوم. بالنسبة للصحة، رح تكون الظروف الجوية محفزة بشكل ضعيف للإصابة بأغلب الأمراض. أجواء ممتازة لممارسة الرياضة الخارجية. ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. لقطات مباشرة الآن من العاصمة عمان ومنظر بداية خسوف الجزئي للشمس خلال اليوم. نحذر اليوم من النظر مباشرة لأشعة الشمس بسبب الكسوف الجزئي اللي رح يصير للشمس اليوم.